عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري الاستاذ المحترم الدكتور ايهاب الكومي. يا دكتور ايهاب مساء الفل عليك والف مليون مبروك الصعود. مساء الفل يا كابتن خالد، منور ومليون مبروك. هي جت متاخره شويه ان انا بارك لك على البرنامج حبيبي كالعاده، اطلاله الجميله اللي متعودين عليها مع بندو دايما من نجاح لنجاح حبيبي طبعا. وحضرتك دايما متالق في صدى البلد. الله يكرمك يا كابتن. مبروك النهارده التاهل. في الحاجات دي كمان ما بنبصش قوي للنتيجه، الظروف، اللقاء والملعب والترتان والنجيل الصناعي وغياب اللعيبه والاجواء وتوقيت المباراه. في النهايه حصدنا 12 نقطه من 12 نقطه وصعدنا بدري قبل يعني مباراتين من التصفيات. طبعا يعني انا بكلم طبعا لاعب كبير قبل ما يكون مقدم برامج كبير، فيعني واحد من اللاعبين الدوليين اللي طالما استمتعنا بالكره معاهم كرة القدم الحقيقية، فبكل تأكيد أنت حاسس إن ده يعني شغل جهاز فني. بنبارك له طبعا كابتن حسام حسن وجهازه بالكامل، بنبارك لكل اللاعبين لما نحصد العلامة الكاملة من أربع مباريات. فده يعني مش عاوز أقول إنجاز، لكن هي دي كرة القدم المصرية لازم تكون مكانها الطبيعي وسط الكبار، لأن دايما مصر هي الكبيرة. فأنا شايف إن ده رسالة إن القادم لمنتخب مصر هيكون أفضل، القادم لمنتخب مصر إن شاء الله هيكون فيه مسؤولية كبيرة جدا بتقع على عاتق كل اللاعبين، سواء كان اللاعبين الكبار أو اللاعبين الصغار أيضا. أنا سعيد جدا بتجربة كابتن حسام اللي هو يدخل عناصر كتيرة من منتخب مصر الأولمبي عشان عملية الإحلال والتجديد والنزول بالسن، فده يعني شيء يحسب للجهاز الفني لما الاقي النهارده محمود صابر ولا إبراهيم عادل اللي حط الجون ولا أحمد عيد ولا غيرهم من اللاعبين أسامة فيصل في خط الهجوم. فده بكل تاكيد ده الاضافه الحقيقيه كمان اللي انت تبقى تعمل عمليه احلال وتجديد في لقاءات قويه وفي مباريات رسميه، فده يحسب للجهاز الفني. مليون مبروك ليك يا كابتن خالد، مليون مبروك لمصر كلها. ومش المهم الوصول لنهايات، المهم ان شاء الله باذن الله ان مصر ترجع لمكانتها الطبيعيه تاني في نهايات كاس الامم الافريقيه بالمغرب. وانا متاكد ان مع الجهاز الفني ده بالروح الوطنيه دي بالالتفاف اللاعبين زي ما انت قلت، شناوي واقع وتلاقي عبد المنعم وتلاقي زيزو وتلاقي الكل، لا الروح جميله جدا لكل اللاعبين، فده اللي احنا نبني عليه ان شاء الله في المرحله اللي جايه كابتن خالد. ان شاء الله. فتح باب الترشح للانتخابات هيكون يوم ايه يا دكتور ايهاب؟ فتح باب الترشح يوم 10 نوفمبر ان شاء الله، 10 الشهر القادم، 10/11 لمده اسبوع، والانتخابات 10/12 ان شاء الله. 10 يعني يوم 10/12 يكون اعلان عن مجلس منتخب جديد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني انا عاوز اقول اللي هيجي ويحمل الرايه، بنتمنى طبعا التوفيق للجميع، كل واحد بيأدي دوره في المرحله اللي هو موجود فيها. اي مجلس بيبقى له ايجابيات وبيبقى له سلبيات، لان الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، وكل واحد بيحاول يجتهد قدر الامكان. فبكل تاكيد لما الكل بيشتغل لصالح الكره المصريه، اللي جاي ويحمل الراي ان شاء الله كلنا نكون في ظهره ونتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري، متحدثا عن صعود منتخب مصر لكاس الامم الافريقيه القادمه، وفين؟ في المغرب الشقيقه، البلد الجميله، بلد اللي هي اصبحت على راس القاره السمراء من حيث النتائج في كاس العالم وفي الاولمبياد. بسم الله ما شاء الله، وحاجه هتكون اعتقد هتكون من افضل البطولات الافريقيه في التاريخ. دكتور ايهاب بشكرك شكرا جزيلا.